كوم كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا في صحه جيده ويكون تكون احوالكم زينه. اليوم غنشارك معكم واحد الاكله معروفه عندنا في المغرب ومعروفه كذلك كنطيبوها في فصل الشتاء، وهي هي اكله الكرعين ديال البقر. دابا ندوزو للوصفه والمقادير. الكرعين ديال البقر، بصله محكوكه، بوكي ديال المعدنوس، الحمص، توابل، بزار، سكينجبير، فلفل الحار، الكمون، الملحة، والكركم، والفلفل الأحمر الحلو. وهنا كاينة التومة، وكاينة كنور، وكاين الورق الغار، وكاينة الفلفلة الحار حسب الذوق. لما بغيتوهاش لما كنتوش كتقدروا عليها، لما ما ديروهاش. على بركة الله نبدأ الوصفة إن شاء الله. أولا غنوضع الكرعين تحت، نديرهم في الكوكوط لأنهم كيبغيو الطياب. نوضعوا البصل، مقدار بصلة محكوكة، فلفل حار اللي ما بغاش ما يديروش، ورقة الغار جوج، نديرو التومة هكايا صحيحة بلا ما نكردوها، نديرو توم بودر، نضعو زعفران دما، ثوم توا بودر، وكنور دامة البنة كنور، ديرو الحمص كمية قليلة، ديرو التوابل، بزار، فلفل أحمر حلو، كركم، سكينجبير، شوية كمون، الملح، نضعو البوكي ديال المعدنوس، نزيدو الطماطم، الزيت، ونزيد الماء الكافي هذيك فيها حتى يتغطى، هاد يولي الماء فوق الاكل فوق المناطر. هاد القياس كنشوفو طلع لنا فوق فوات، نغرفو ليها
ونوضعها فوق النار. الاول تكون جهده شويه النار حتى تبدا شويه تصفر الكوكوت، هذا نقصو.